نعم السلام عليك شيخ. أول من هاجر من الصحابة أبو سلمة ولا مصعب بن عمير؟ لا، مصعب بن عمير يقول من أول من هاجر، مصعب أو أبو سلمة؟ أنا لا أذكر تماما، لكن المشهور أن أبا سلمة من أول من هاجر، لكن من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، أرسله النبي ليعلم الناس الدين.